صباح الخير عليكم، واليوم يوم جديد، ومثل ما قلت لكم البارحة اليوم راح انطلق الدومينيكا، دولة دومينيكا اللي هي همينة تقع في البحر الكاريبي وساعتين وربع من هذه الجزيرة غوادالوب. راح أحكي لكم عن الشروط للتقديم على الجنسية الدومينيكية اللي جوازها يسمح للدخول إلى 137 دولة بدون فيزا. الشرط الأول، المتقدم يجب أن يكون أقل شيء عمره 18 سنة ويكون عنده صيت وسمعة ممتازة. شنو يعني؟ يعني لازم يكون عنده سجل جنائي نظيف وحصل على أمواله بالطريقة القانونية. الشرط الثاني، يكون عنده صحة ممتازة ويلزم عليه إثبات عدم معاناته من أي مرض أو أمراض معدية. لازم يكون عنده مساهمة اقتصادية كبيرة عن طريقين، طريق الصندوق الحكومة أو شراء عقار معتمد على الجزيرة. إذا يكون عن طريق صندوق الحكومة، للمتقدم الواحد يجب أن يعطي 100,000 دولار أمريكي غير قابلة للاسترداد، وإذا يكون عائلة يجب أن يعطي إذا كان فقط زوجة 150,000، إذا كان زوج وزوجة وطفلين 175,000 دولار، وأي أشخاص آخرين 25,000 دولار لكل شخص. الطريقة الثانية هي العقارات، واللي يجب أن يشتري عقار بسعر 200,000 دولار أمريكي. لازم العقار يبقي يمه لمدة 3 سنوات ما يبيع على العقار، وما يحصل على الجنسية يقدر يبيع العقار. وطبعا إذا شخص أكو شخصين زوج وزوجة يجب أن يدفع 10,000 دولار أمريكي فوق 200,000، إذا عائلة 4 نفرات 35,000 دولار أمريكي. الحصول على الجنسية الدومينيكية هو أمر ممكن بس بشروط، وأهم شرط هو أنه الشخص يكون عنده سجل جنائي نظيف، يكون غير مريض، ويكون عنده إمكانية مادية جيدة. أخيراً وصلت إلى دولة دومينيكا. طبعاً شوية الإجراءات كانت معقدة مثل ما توقعت، بس الحمد لله وشكر كل شيء مشي زين. المشكلة الباخرة تأخرت بالطلعة، تقريباً بدأ ما تطلع الساعة 8 طلع 9:50، ومن وصلنا واحد إلا آخر واحد نزلت، فتأخرت بموضوع يسوون اختبار مال أنتيجين مال كوفيد. إلا وهسه طلعت راح ساحة مشى بالمدينة، وهاي العاصمة طبعا هي كانها قرية صار على المي، جزيرة صغيرة ناسها حبابين وهادئين ويحجون انجليزي مو فرنسي، ويسوقون مثل النظام البريطاني على الجهة اليسرى، وعملتهم هي يسموها الدولار الكاريبي اللي هو كل دولار كاريبي عادل 37 سنت امريكي. بس هذا امشي هنا وشوف شكو ماكو مي، شوف هاي المنظر البحر وين مكان مدينة مكان تنطر، كان مطر دافي فعاد يعني ما يضوج. هسه احنا بمركز المدينة وهذا المنظر نهرك وينزل على البحر، ومن الجهة الثانية عندك الجبل، هم تكملة النهر والجبل، هناك الباصات وكل الشغلات اللي تصعد تروح للمدينة. وعندي دا امشي يعني هيك شي يعني عشوائي، ما عندي فد مكان اروح له، راح ابقى امشي واتجول استكشف العاصمة هل ما تظلم الدنيا. و لقيت صديقي ياتي هنا. طبعا اكو فد موضوع هنا اني انتبهت له، وهو انه هواي ناس فقراء، اكو هواي ناس فقراء يعني حتى لبسهم وشكلهم خطية، وموضوع الاخ كلش هواي اكو بنايات ما خلصانة، بنايات يعني تصير فلشة أو يبنوها ما مخلصيها، احتمال من الأعصار اللي صار سنة 2017 وهاي منهم فلشة، فهناك كنيسة
فلشت عمرها فوق 200 سنة، السقف مالتها طار ونوصل لحين. عادي نمشي ونشوف وين نوصل. وهنا هم من مثل العراق عندهم نظام الكيات، ما عندهم كوسترات بس عندهم كيات، هاي هم السراكب اللي عشراكب وماكو شيء رسمي ولا حكومي. تاكسيات اكو طبعا غالية، ما عندهم اوبر وهاي الشغلات. فلقيت هنا مسجد، مسجد السنة ومكتوب جامع بر الوالدين. خلي اشوف اقدر ادخل له مسجد. جامع كان مسدود فعادي استمراني بالمشي. بس شوفوا هاي الحبر مال بنفسجية اللي وراي، وكأنما ماكو نصها، كأنما الطابق الثاني طاير، يعني ما بي اسقف. خل ابو الشاع واشوف. فعلا ما يعني ما بعرف شنو هذا، كثير مفلش بس موجود، ما ادري طابوقك واذا احد يحتاج طابوقي في البيت.